عليكم ورحمة الله وبركاته. مرتضى منصور يهاجم حسين لبيب بسبب الكلاب هاوس. استنكر المستشار مرتضى منصور التصريحات التي يدلي بها حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة والتي كانت مكلفة سابقا بإدارة نادي الزمالك عبر تطبيق كلاب هاوس. وقال المستشار مرتضى منصور عبر مقطع فيديو نشر على قناته بمنصة يوتيوب: بالنسبة لحسين لبيب يتحدث في كلاب هاوس، ولكن الانتخابات والجمعية العمومية بالنادي وليس هناك، ولا يهزون في كلاب هاوس شعرة من رأسي.